أيوة، شو القصة؟ خير سيدي، مين هاد؟ طالع عليه قطار؟ شو في سيدي احكي؟ ليك، المهم إنه المكان صار مثل ما بدك. حلو حلو، يسلموا ايديك. صحيح، تفضل سيدي، هي باقي المصاري. خلص خلص، يسلموا ايديك، أصلا ما كان معي مصاري. كثير عم نصرف. يلا يا خيري، فيك تطلع أنت شوي تاني، رح تطلع مشاهد من أفلام رعب ما بدي إياك تشوفها، حرام، أحسن ما تشوفها بمنامك، لأنه أكيد رح تحلم فيها اليوم. لا سيدي، خليني أبقى. ماشي خليك، ماشي، بس أنا ما لي علاقة باللي بيصير فيك بعدين. تمام، تعال شوف يا كلب، تعال تعال شوف. لك كيف بتعملوا هيك؟ كيف قدرتوا تقتلوا 7 عساكر بهي الطريقة المش هولاك؟ قل لي كيف قدرتوا تقتلوا العساكر؟ احكي ولا هذا واحد. ريحتك مثل ريحة الكلاب يا حقير. مين؟ تعال شوف، تعال. هذا 3. عم تتوجع شي؟ ها؟ عم تتوجع ولا؟ ها؟ لا مو محسوبة، بس 4. تعال 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 يا حبيبي، تعال. 5. امشي ولا؟ 6. تعال تعال تعال، بترجاكم بترجاكم، بدنا 7 من شاني. تكرم عينك. ايوه هيك، لساتنا بالاول. إفادة مليكا سويلو اللي أدت فيها بتقول إنه في كتير خلايا نائمة عندهم جاهزة إنها تفيق بسنة 2011. هلأ نحن إذا قدرنا نمسك هاي الخلايا وهي لسه نائمة، رح نقدر نخلص الدولة من الفوضى اللي عم يخططوا لها بسنة 2011. خلايا الاغتيالات، هدول وقت اللي شافوا إنه بشمال شرق البلاد ما صارت الحركات الدموية ضدهم، للأسف بلشوا يقتلوا قيادات الأكراد واللي بيعتبروا رموز الأمن والسلام بهذيك المنطقة. هني كانوا حاسبين حسابهم إنه رح يقدروا ينزلوا على القليل 1,000,000 شخص على الشوارع. تخيلوا انه تم اطلاق النار على 1,000,000 كردي اللي طلعوا لتشييع القيادات الكردية وقتها، واللي تمت عملية تصفيتهم من اكثر من نقطة. هاي هي الخطة الاساسية تبعهم هلأ. سيدي عم بيحاولوا لقوا طريقة يفصلوا شرق البلاد عن غربها، ومشان هالشي مستعدين يعملوا اي شي حتى اكثر العمليات دموية. اثارة الفوضى بين الاكراد خطيرة. مزبوط، في كمان قيادة سياسية عنصرية ضمن اهدافهم، طبعاً بوجود قيادات الأقليات الدينية كمان، إن كان بالداخل أو بالخارج رح تصير عمليات اغتيال كتير خطيرة. نجيب، اهتم أنت شخصياً بحماية هاي القيادة، خود معك أحسن الأشخاص من الفريق اللي عندك، راقبوه منيح واحموا بيته، لأنه إذا تأذى ولو بشكل بسيط أكيد رح تصير مشكلة كتير كبيرة بالبلد. لا تقلق سيدي المدير، بكرة الصبح رح زوره قبل ما أطلع على الشغل. أنا بثق كتير فيكم، لحد اليوم ولا مرة خيبتوا لي ظني. نحن ما عم نعمل إلا واجبنا سيدي. احكي لشوف. شو بدي احكي؟ قولك احكي يا حيوان، احكي لي اللي بتعرفه، احكي لشوف. ايه، انت اول شي كنت بالتنظيم الارهابي، شو صار لحتى رجعت؟ ليش فتت على اركان كوندو؟ أنا ما فتت، نحن رجال العمليات تبعهم، نحن شغلتنا نهتم بالمهمات، أما بخصوص معلمينا هن شغلتهم يجيبوا الشغل ويجيبوا المصاري، والأعضاء من اسمين بين الجزيرة وأنقرة وقنديل أوروبا، يعني محصورين بين هاي الأماكن مثل ما صار بحادث رشادي. مين اللي بيعطي أوامر العمليات؟ ومين اللي بيشيل؟ ومين اللي بيحط؟ ما حدا بيعرف. اللي بالجزيرة عطى الأمر يعني؟ أي جزيرة؟ أصلاً ما بيقدر يحمي حاله، وخاصة إنه العلاقة بين اللي بالجزيرة وبجناح أوروبا عملت صدمة جوات أركان كوندو لما انكشفت الأوراق. كنا مسميين حالنا مقاتلين الحرية، طلعنا مثل قطع الشطرنج. كملوا لك، شو عم يعمل التنظيم هلأ؟ بعد ما بلشت الدولة تروح باتجاه الانفتاح ما عدنا مرتاحين لها الحالة اللي صارت. الشعب اللي بشمال العراق والشعب يلي هون
ما عاد احتضننا مثل ما كان من قبل. قالوا لنا نترك الحكي يطلع من لسان اللي على الجزيرة، وقالوا لنا انه نحاول ننضم لفترة الانفتاح هي. طيب طالما الحكي هيك ليش عملتوا عملية الرشادة؟ كان آخر حل موجود لإثارة فتنة بين الأتراك والأكراد العنصريين، وأنا سمعت أنهم رح ينفذوا اغتيال مو بس للقيادات الكردية وللتركية كمان، ولما بيتخلصوا من قيادات الجبهتين بهذا الشكل رح يحاولوا أنهم يحطوا كل جهدهم مشان يقسموا تركيا لنصين. مشان هذا السبب لكان طلعت صورة محمود تورك للعلن، ها؟ هذا هو الهدف ما هيك؟ ايه هو امتى رح يجي سيد فيثاغورس؟ ما تأخر؟ هلا بيجي، اصبر شوي هلا بيجي. تفضل سيدي. نحن يا جماعة عنا قائد مثل السيد فيثاغورس، بس لو تعرفوا هالشي قديش قيمته كبيرة، لو إني بآمن بالله كنت قلت عنه إنه من المختارين. حتى أنا متأكد تماماً إنه حضرتك مثل روزفلت اللي قدر إنه يحكم الولايات المتحدة على الكرسي النقال، هذا الشعب رح يختارك أكيد رئيس للدولة، وكمان رح يدفع ديونه اللي عليه لألك. أنا ما كنت رح أقدر أكون معكن هلأ، وعم بحكي لولا علاقتي معكن وصداقتكن. من قلبي بشكر كل واحد فيكن وقف جنبي. العفو سيدي، شو هالحكي؟ ليش نحن عنا مكان تاني نروح له غيرك؟ طبعاً نحن أصدقائك شخصياً. اتأكد يا سيدي إنه طالما أنا عايش بهالدنيا رح كون مثل الخادم لحضرتك. شكراً كتير زكريا، بهالكم يوم يلي غبت فيهن سمعت كم خبر حلوين. طبعاً بدي أشكر بكهاس على هالشغل، نحن عم ننجح شوي شوي بإشعال الحرب الأهلية، بس مع هيك سمعت أخبار سيئة، طلعوا القضاة والمدعي العام فايتين على مجالات حساسة عنا. سيد فيثاغورس المحترم، أنا بأكد لكم أنه حتى اللي فاتوا على هي المجالات الحساسة رح نخليهم يندموا أنهم عايشين من قبل. القاضي اللي كان شغله الاغتيالات المهمة تتذكروا منيح كيف قدرنا نخليه يصير يشتغل لصالحنا. وتاني يوم اتنقلت وسائل الإعلام الأخبار، يعني وقتها مسكنا الإعلام ومسكنا القضاء بنفس الوقت. بهالفترة اللي عم نمرق فيها حتى لو صارت الأمور صعبة شوي أو ما عم نقدر نتحكم ببعض الأماكن والقضايا، مع كل هالشي لسه فينا نقول إنه نحنا بعدنا بمركز قوي سيدي. عن قريب حتى الفترة اللي رح يصير فيها تدخل بمناطقنا اللي تعتبر محرمة رح نقدر أكيد نحول هالشي لصالحنا كمان. يعني رح نحول القضية لشكل مختلف ونكسر كل القواعد، ولحتى نحن نقدر نحقق هالشي رح نطلع اللي كان مخبى، مثل أفراد الأركان كوندو اللي هيئناه للمناصب الكبيرة، وهالأفراد رح يقدروا يكونوا بهالمناصب، وآخر كلمة بتتعلق بهالقضايا هالأشخاص رح يقولوها. يا جماعة أنا كنت مخبركم من قبل إنه نحن رفعنا لمجلس الشعب دعوة خاصة من عنا بخصوص موضوع التنصت على أجهزة الاتصال والاتصالات اللازمة والغير لازمة، وهذا الشي بيعطينا مساحة أكبر للحركة، الأمور بتمشي لحالها. حتى رفقاتنا اللي بالإعلام كمان، رفقاتنا القدماء والجداد بلشوا هلأ يشتغلوا بطريقة جديدة. طيب كلامكم كتير حلو، بس الخطط يلي كنا عم نشتغل بدقة عليها ليش عم بتعلق على شغلات بلا طعمة؟ أنا آسف على المقاطعة، بس صدقوني أنا كمان عم بسأل حالي هالسؤال. نحن دايماً عم نمهد كل الطرقات، بس بعدين بنتفركش بحجرة أتحبت العدس واقفة بطريقنا،
ومع الأسف منفشل. بلكي صار لازم نعمل خطوات أكبر من هيك. مثل شو سيدي؟ ليكون بهالفترة قدرت تطلع بخطة جديدة وما عم تحكي. أسد. نعم سيدي. روح جيب خطتنا جديدة لشوف. فورا. شوي شوي. سيدي شو هاد؟ هي اللي قدامكم تركيا، ما في حدا غيرنا بيقدر ياكل منها، نحن اللي منقطعها ونحن منقسمها ونحن مناكلها. اسمعني منيح يا خيري، مثل ما انك شايف ما عم نلعب هون. الضحية صارت على الكرسي والباب ليكو، يا أما بتطلع فوراً بدون ما تلتفت وراك، يا أما بتضل هون بدون ما تحكي ولا كلمة لحتى نخلص. الخيار لك. اللي عم نعمله غلط يا خيري وبنعرف هذا الشيء، بس القدر هو يلي حطنا بهذا الطريق ومضطرين نمشي فيه. شو رأيك؟ ماشي، بس بدي راتب وتأمينات وحوافز وبدل أكل وغيره. خيري. خلص خلص أنا آسف، أنا صرت معكم ورح أبقى معكم، خلص لا تخافوا. أوه والله ريحتنا. من اليوم وطالع صرنا بأمان. طول بالك شوي، استنى، أنا ندمان كتير، بترجاكم رحموني سامحوني، لسه بعرف أسرار كتير. في واحد موجود على اللائحة بدهم يقتلوه، كانوا ناويين أنهم يقوصوه، إجت الأوامر من القيادة. وشو يلي راح يصير بالسبع شباب يلي ماتوا؟ شو راح يصير بالقراويين اللي قتلتوهم ورميتوهم بالبير؟ شو راح يصير بهدول؟ شو راح يصير؟ مين راح يتحاسب على موتهم؟ مين راح يتحاسب؟ رحموني دخيلكم. خود هالجثة وحطها بالعنوان يلي رح قلك عليه. فهمت يا خيري؟ فهمت سيدي، والله فهمت. ممتاز. شوفوا هذا الكيك أكتر قسم طيب فيه الشمال الشرقي، بس هي الشغلات ما بتصير بتفجير المدارس، نحن اللي بيلزمنا حدث تاريخي. يعني مثل واحد أيار، مثل جروم، مثل ماراش، مثل مادي ماك سيدي، أو مثل اغتيال أغور مومجو. ما بدنا ننسى غفار وكانات، هذا شيء كتير عظيم، عظيم لدرجة كبيرة. سيدي لمين هالاسم؟ بترجاه خبرنا. إذا بدك فيك توشوشني. ما في شيء مخبى يا زكريا. أسد فرجيهم الصورة. هذا هو هدفنا. كتير عظيم، كيف ما خطرت ببالي لهلا. تو إذا كنا بدنا حرب أهلية، هذا الزلمة لازم يتحول لجسة. هي الجريمة لازم تكون بأكثر الطرق وحشية، بطريقة تنزل الناس على الشوارع وتوصل الأكراد لدرجة الفوران. بعدين الباقي رح يجي لحاله سيدي. هاي الخطة عجبتني كثير. خلينا نبلش فورا بأسرع وقت ممكن. وهلأ قولوا لي شو رأيكم نقسم الكيك كلياتنا. شمال شرق تركيا رح يكون عبارة عن ولادة للأركان كوندو الجديد.
معناتها محمود تورك على اللائحة. بصراحة لازم تتركن لحتى لحالهم يأكلوا بعض. وأنا كمان هيك كنت عم فكر، بس البلد رح تتخربط كتير، ما فينا نضل عم نتفرج عليها. ما فينا، هدول ما بيكشفوا ورقه للتنظيمات الإرهابية، بيخلوا قسم منهم يحمل غصن زيتون والقسم الثاني رشاش. بتلاقي منهم عم يحكوا عن السلام والباقي عم يحكي عن القتال. كيف رح نقدر نمنعهم؟ ثابت، أنا دائما في عندي خطة احتياط. زكريا افتح تمك لشوف. مو هيك، افتحوا أكتر من هيك لأنه شمال الشرق كبير كتير. وأنا غير هيك ما بشبع سيدي. بكهاس، إذا بدك خلينا نعطي القيادات الكردية لبهجت. للأسف من اليوم بهجت ما عاد بيناتنا. أنا فيني رشح قصي لهالشهاد، هو زلمة بيعرف يشتغل منيح. افتحوا الرشاش عليه لكان، خلوا الأطباء ما يطالعوا من المشرحة لبعد أسبوع، خليه يصير مثل الشبك. مثل ما بتأمروا سيدي. سالم سنجاق، احكي لنا لشوف يا سالم، انتوا اللي حطيتوا القنبلة بصالة العرض؟ ايه نحن. مين عطاكم الامر؟ الرئيس بهجت، بهجت صاري. طيب هو منين اخذ الامر؟ ما بعرف، ما بعرف اعلى منه، انا ما بعرف غير بهجت. والقنبلة يلي بالحضانة؟ هي ما بعرفها، يمكن يكونوا حطوها بعد ما انمسكت. عملتوا عمليات من قبل شي؟ خلصني احكي لك بلا ما ادعس براسك. فراسك واحكي مثل خلق. رأفت، رشادية، السبع عساكر قتلناهم ورميناهم بالمي. يا حيوانات. شوف يا سالم، الحكي بالنسبة لإلك ممدوح، اهدى شوي، إذا تجاوزت القانون رح يبطل في فرق بيناتكم. وين منلاقي هالكلب بهجت؟ احكي. يلا بالتوفيق يا اسماعيل. شكرا شكرا. شو هاد؟ هي هي معلم، بهجت صاري بيكون واحد من اللي قتلوا عساكر توكات، لازم يكون عبرة للي مثله، مشان هيك قتلناه. الله لا يرحمه. سيد الضابط، أنا آسف، في موقف طارئ لازم تشوفه. خير شو صاير؟ في جثة واحد مسدودة قدام القسم. الجثة؟ لمين الجثة؟ قال مكتوب عليها بهجت صاري، وفي حكي كمان مكتوب. سمعتوا لك؟ سمعت شو قال؟ جثة اللي مثلك مكبوبة هلا بالشارع، قول الحمد لله إنك بين إيدينا. يلا ممدوح، خلينا نروح ونشوف. وينه؟ سيد الضابط، ليك هنيك. ماشي شكرا. بهجت صاري بيكون واحد من اللي قتلوا عساكر توكات، لازم يكون عبرة ليلي مثله مشان هيك قتلناه، الله لا يرحمه. لازمني شوية مصاري. مصاري شو يا ابني؟ أخوك ميت ومهامك وجاي عم تقلي بدي مصاري؟ بدي مصاري مشان اقتل اللي قتلوا أخي. ولك أنت اللي لازمك القتل، مو أنت اللي بعتت أخوك على هديك المشكلة، كله بسببك أنت.
ولك انت حرام انك تكون ابني اصلا. ايه ليش هيك عم تحكي؟ بكفي بقى، انا عم قاتل هدول الناس مشانك ومشان الكل، مشان الحرية. قلت لك بدي مصاري. اطلبوا فريق الجرائم خليهم يعملوا بحث. حاضر سيدي. بعدين ابعتوه على الطب الشرعي. حاضر سيدي بتأمر. يلا. أهلين ممدوح. سيدي قبل شوي لقينا قدام القسم جسد بهجت صاري مسدودة وكأنه مو معروف مين اللي عملها. فهمت عليك، يعني رح تطلعوا الأدلة؟ هو هيك سيدي. ماشي بس أخلص شغلي هون بجي. ماشي سيدي بانتظارك. ابني دخيلك، اتركني يا ابني، والله مو بقيان معي غيرها. والله إذا أخذت مني تموت من الجوع. لك أنت كيف بيكون عليك تعمل فيني هيك؟ بس زايدة خانم افتحي الباب، هذا أنا المدير نجيب. خليكي هادي، اوعك تطالعي صوت، أنا ماني هون. ماشي؟ إذا بتحكي أي كلمة للشرطة رح أرجع وخلص عليكي. زايدة خانم، زايدة خانم، مساء الخير ست زاهدة. تفضل فوت. انت منيحة زاهدة خانم؟ والله فوق راسي ميت مشكلة حضرة المدير نجيب. خير ان شاء الله. طيب تفضل ارتاحي. ابني الكبير كتير مشكلجي. أول شي روح لي ابني إسماعيل وبعدين صار عم بيهددني. طيب قليلي شو اللي صاير؟ في معه مسدس ما بعرف منين جايبه. حضرة المدير نجيب بترجاك تلاقي الناس اللي ضحكوا على ابني واللي عطوه سلاح، بترجاك تلاقيهم. هاد الولد عم يشلحني مصارية. ولا يهمك زاهدة خانم، نحن ما رح نتركك. تفضلي بيلزموكي. أنا آسفة ما فيني أخدهم. لا خديهم خديهم. ومشان جنازة إسماعيل حبيت خبرك إنه أمننا كل شيء. لا تاكلي هم هالقصة. الله يرضى عليكم يا ابني ويحقق لكم كل أمانيكم. الله يسلمك. تفضلي هاي كرتي. إذا رجع ابنك مرة تانية دقي لي، مشان مصلحته دقي لي. لا تقلق حضرة المدير، رح أتصل فورا. تعالوا خدوه خليه يشوف كيف بيشتغل ضد الدولة. هلأ الدولة والشعب معك كمان، وكل شي رح يتصلح إن شاء الله. يلا عن إذنك. هلأ اسمعي يا نجيب، اوعك تجي لهون مرة تانية. سمعتني شو قلت؟ اوعك ترجع، رح اخذ بتاريخي منكم انتو الكل. هلأ ما عاد في إلنا رجعة يا ثابت. نهاية الطريق عتمي. اللي عملناه ببهجة قبل شوي أكيد رح يعملوه فينا شي يوم. بس في فرق بيناتنا، هو مات مثل الحيوانات ونحن رح نموت مثل الرجال، رح نضحي بروحنا مشان الوطن. أنت بتآمن باللي عم تحكيه؟ أنا هديك المرحلة مرقت فيها من زمان يا ثابت، ما كنت صدق أي شيء من هموم نجيب. هلأ عم بفهم. ليش شو همومه لنجيب؟ كان يحكي عن خدمة الوطن. منقدر نخدم وطننا بالحق وبالواجبات وبالعدالة. نحن كلياتنا بخدمة الوطن، كل شيء منملكه بخدمة الوطن. نحن قدرنا نلاقي لحالنا طريق صحيح نمشي فيه، وهالطريق فيه له هدف. ايه معناتها خلينا نتركهم يفجروا القنابل بالمدارس والحضانات، خليهم يقتلوا يلي بدهم اياه، ونحن منلاقي شغلة نعيش منها. انا وياك منفتح بسطة صغيرة
ومنكمل حياتنا. لا هيك ما بيمشي الحال. إذا عملنا هيك ما بنرتاح، وإذا عملنا هيك ما بنرتاح. بس أنا في شغلة متأكد منها، أنك إذا قتلت حدا مثل قبل شوي هذا اسمه غلط. هاي الشغلة بيفكروا فيها اللي مثل نجيب واللي مثل ممدوح كمان. طيب نحن شو عم نعمل؟ لك يا زلمي نحن غرقانين بالقصة لفوق راسنا. نحن بنعتبر حالنا ربحانين إذا قدرنا ناخد منهم شي واحد يا ثابت. إيه هات لشوف قلي شو هالإحساس الغريب؟ من وين عم يجي لعندي؟ شو بدي لك يا غيس؟ بعد ما توفى أبوك ما عاد إلي نفس على شي. نحن صرنا أيتام، بس اللي بيعزيني إني رح ألحقه كمان. حكي لي لشوف أنت كيف تعرفت على أبي؟ أنا من زمان كنت سكرجي نظامي، فوت على كازينو وبطلع من كازينو، ما كنت أعرف ليلي من نهاري. يعني كنت عايش حياتك بالطول وبالعرض ما هيك؟ تماما. مرة كنت طالع وأنا مطفي على أخير، قطعوا 3 أو 4 أشخاص طريقي، هجمت عليهم بكل الطاقة اللي عندي، ما كنت أعرف منين عم بيجي الضرب. فقدت الوعي، كانوا رح يقتلوني، أما شفت إلا الرجال بلشوا يهربوا. شفت زلمة جاية من نص التلج، كان أبوك. كان بيخوف يعني؟ كان مثلك. إذا كانوا 3 عليك أو كانوا 13 ما كان يتحمل الظلم، كان يقول لا هي مان الرجولة. المهم هي القصة، وبعدين صرنا رفقات. مسكني من إيدي، حسيت إنه هذا الشخص غريب شوي وكنت حذر منه، وبعدين صرت أعز صديق له، كان أغلى حدا عندي. حلو كتير، معناها كل شخص في عنده قصة. تجوزيني مليكة، بدي اياك تصيري مرتي. مرحبا. بتشكرك كتير لأنك اهتميتي بفاتح بغيابي. شوفني إجا فاتح، هي إجا بابا. ما رح تقدر تنساها، بتعرف هذا الشي ما هيك؟ هذا ظلم، لا تخليني أحكي، بس لو تعرف شو في براسي. رح تحاول كتير بس مو بإيدك، نفس الأسئلة رح تبقى براسك. ليش؟ ليش؟ طالما أنت عايش مليكة رح تعيش بقلبك، وأنا بعرف قلبك منيح، إذا حب مرة ما عاد ينسى أبداً. أنت حبيبي ولربينا سوا قصتنا الغريبة شلعها الهوى وصرت عنك. آه يا ثابت آه. اليوم كمان رح نستنى عمو ممدوح مشان الخبز؟ بدل ما تحكي هيك روح انت جيب خبز. برا كتير برد، كيف بدي روح؟ امي شفتي النشرة الجوية ما هيك؟ شفت حبيبي، اليوم الجو كتير حلو، ما في برد ابدا، او بالاحرى ما في عطل، يعني لا تتعب حالك على الفاضي. اوف يا ربي. ومفتاح الباب نشوف. بسرعة بسرعة، يلا اجا الخبز يلا. تضرب شو تنبل. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير سيدي. أوه عثمان أهلا وسهلا فيك، تفضل عود هون. شكرا كتير. ممدوح معناتها غيس رح يبعت فاتح صح؟ إيه يسلموا إيديك. هيك الظاهر. تفضل. قال في عنده قرايبين رح يبعتوه لهنيك. سميلي شوي بالله، مين هدول بقى؟ استنى شوي بعدين منعرف. من وين رح نعرف هلا؟ بابا ما جاوبتني. هاي بلشنا خير، المدرسة بدها مصاري؟ إيه في مسرحية بالمدرسة. اروحوا انا اعطيكم الاذن. بالله عن جد انت سمعان بشي اسمه بطاقات؟ لا اول مره بسمع بهيك كلمه. بابا بترجاك. لحظه شوي يا بنتي، هلا المسرحيه مو مهمه.
بتتذكر الكاميرا تبعنا؟ ايه بتذكرها. منشان شو؟ عنا مباراة بالمدرسة والكاميرا ما عم تشتغل معي. منشان صلحها بدي بدك مصاري. هلا انا ليش صرت شرطي مثلا؟ يعني بقصد انه لو صرت حرامي ادوب لحق لكم مصروف. شو هالحكي نجيب؟ كلون هالكاميرا رح تدفع. خلاص خلاص بخلي عاطف يصلح لك اياها. نجيب يا ربي صبرني، مو معقول خلوني اعرف اكل هالقمتين عروا. بكرة إذا صار لي شي شو بصير فيكم؟ نجيب شو هالحكي هاد؟ أنا قلت لك إنه الشباك عم بيسرب مطر شي. خلينا نهرب من هون قبل ما يطلعوا لي قائمة يشلحوني فيها كل اللي بجيبتي، وأنت روح جيب الكاميرا يلا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. أهلين فيك. أهلا وسهلا. أهلين فيك. أكيد جوعانين، تفضلوا عدوا. شكرا. قصي، هدول الشباب جايين من أنقرة، حضرتهم مفتشين بوزارة الداخلية. تشرفنا. حضرت المحامي السيد سردار. مرحبا. ابني جيب شاي بسرعة فورا أستاذ. بظن ما رح تتضايقوا إذا فت بالموضوع بسرعة، ما عنا وقت كتير. لا مو مشكلة، تفضلوا. هذا واحد من رجال بهجت، هلأ عم يستجوبوه بالقسم، رح تروح لعنده باعتبارك محامي. ماشي. حضرة المفتشين رح يروحوا لعند نجيب، كتير بسيطة. اسمعني ممدوح، مو كنت عم تقول بدك تتجوز؟ برأيي تراجع فورا بعدك على البر. سيدي هيك ما بيمشي الحال، نحن منحب بعض كتير. هلأ هيك نجيب؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ كأنك تجوزت غصب عنك. لا تسمع. شو رأيك؟ دخيل الله، ليش هو في عنده رأي؟ بابا؟ نعم اجيتي؟ ايه. نعم انت خدي هدول. خدي. اسلموا ايديك. وانت هات هاي لشوف. يلا انا رايحة، بس قل له انه يصلحها بسرعة. ماشي ماشي، يلا بخاطركم. يلا كله بسطرمة كتير طالعة طيبة. شو قصة المدير نجيب يلمز؟ هذا الزلمة صار له فترة عم يوجع لنا راسنا، لازم نلاقي طريقة نبعده فيها عن الوظيفة. انا اللي بعرفه انه ناجح كتير بشغله، شو رح تكون المبررات؟ بتألفوا، هاي شغلتكم. الشاهدة السرية اللي كانت تحت الحماية للأسف انقتلت، والفاعل مو مبين، وولد عمره 10 سنين انقتل بخناقة صارت بالشارع، ولهلا الفاعل ما التقى. شو بدك أكتر؟ في بالبلد كتير قضايا مو معروف فاعلة، مين اللي تم إبعاده من قبل لحتى نبعد نجيب يلمز؟ طيب بتكون أول مرة، بعدين لا تنسى أن المحامي ساردار رح يساعدك بالقصة. ما شاء الله سمعته كتير منيحة، أنا متأكد أنه رح يساعدك. شكرا لك. تفضل لشوف، خد 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 خد. كل 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 كل. يسلموا ايديك. يلا فيكم تستأذنوا هلا، الله معكم. يلا عنزة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. العفو. اهلا وسهلا. العفو. شكرا كثير. العفو. خذ 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 خذ. أيوة. سيدي حضرتهم جايين من القسم وحابين انهم يقابلوك ضروري كتير، قال في شي مستعجل. نجيب يلمز من قسم مكافحة الإرهاب.
تفضلوا لجوا. تفضلوا فوتوا. تفضلوا ارتاحوا. انتوا جايين مشان تعتقلوني؟ لا، جينا مشان نحميك. انت بتمشي شغلك وبتحط حالك بمشاكل، ونحن منخلصك من هاي المشاكل. شو قصدك بهالحكي؟ عرفنا انه في شوية تهديدات جدية بحقك. اليوم راح تروح على جنازة، جنازة الشاب الصغير اسماعيل اللي انقتل بالاحداث اللي صارت من كم يوم، ونحن مضطرين ان نكون معك. شكرا، انا ما بخاف من حدا، ما بدي لا حماية ولا شيء. استاذ لو سمحت لا تعارضنا. هلا نحن بصراحة عم نفكر بالناس اللي عطوك اصواتهم كمان، يعني اي ضرر راح يحركهم فورا. انا عم مثل هدول الناس، انا عم قاوم مشان الديمقراطية ومشان حقوقهم. إذا صار لي أي شيء يعني بصراحة رح يكون طبيعي أنه يصير عندهم ردة فعل. مو مشكلة، ما بدنا نطول بالحكي، الأوامر هيك. نلتقي بجنازة. جوكان خليك أنت هون، ما بدي إياك تتركه ولا لحظة. ماشي كبير. سيدي يلا بالإذن. غليتوها مرتين ما هي؟ ايه طبعا. قصي ليش ما عم تاكل راحة؟ الساعة قربت يا قصي. هلا نحن كيف رح نقتله؟ والله بدكم تصلبوه، هيك بده في فيثاغورس. ايه اليوم رح يكون ممتاز. زلمة بهجت رح يموت، بس رح تطلع كل القصة براس نجيب. المكان اللي حكى عنه بهجت هون يا ثابت، قريب من المقبرة وسهل الهرب منه. ايه وشو رح نعمل؟ اذا قلت رح تروح المفاجأة. صحيح نسيت خبرك بشغله، في ساغور صار منيح هلا، بس ما عم يقدر يتحرك الا على كرسي الكهرباء، بس ما بعرف شو لازم نعمل نحن هلا. المكان هون وهذا هو الزلمه، لازم نطوقه وننهي الشغله وبعدين منهرب من هون. انت من هون وانت من هنيك، وانا راح اهرب من هون. فهمتوا ولا لسه؟ فهمنا معلم. فهمنا معلم. شو صار للزلمة هاني؟ مين كان عنده؟ ما كان في حدا منا، حضرة المحامي كان موجود. انتوا قتلتم وكلي بكل وقاحة، من كتر الضرب كان وشه منفخ. اسمعني يا حضرة المحامي، أنا أعصابي قلقة مو متحملة، ما حدا مد إيده علي بالمرة. رح تتحاسب على هذا الشيء يا حضرة المدير، طلبوا المدعي العام، بدي الجثة تشرح. شو مارد يعني؟ مارد والله. يعني قديش بدنا نستنى؟ رح نتأخر على الجنازة. امشي سيد محمود رح نروح، وإذا حابين تجوا معنا نحن ما عنا مشكلة. مزبوط كلامك، خلينا نروح. لحظة، تحت أمرك سيدي. جوكان صار تغيير بالخطة، المدير ما رح يجي. خير؟ شو هالكاريزما هاي؟ تسلمني. شو حلو، ممكن شوي بس؟ هلا أنا حلو؟ شو يعني أنت ما بتطلع على المراية يا زلمة؟ نقلع من هون ولا؟ أبضاي مبح صوتي من الصبح وأنا عم نادي، ما استفتحت لهلأ ولا بليرة واحدة. خليني بيعك واحدة، فيك تحطها بالسيارة. ولكن إليع يلا ثابت ركود. يا جماعة اعطوني شوي من وقتكم، الرئيس بده يحكي كلمة ضرورية للكل. استني يا أختي، ممكن؟